الجمهورية الجديدة وحديث فخامة رئيس الجمهورية دائما عن القيم الأصيلة والوعي والهوية كانت حاضرة معنا في تصميم البرنامج الثقافي، وخصوصا أن معرض الكتاب بيأتي برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. والرعاية دي بتحمل الجميع مسؤولية كبيرة جدا للغاية، لأننا أمام حدث لابد أن يليق بمكانة مصر، ولابد أن يليق بجمهورية جديدة نستقبلها ونستشرفها. احنا بدأناها لجنة استشارية عليا من قامات مصرية علمية ثقافية وإبداعية، عملت على مدار أشهر ومدة أسابيع متصلة من أجل أن توضع هذه الرؤية. حضرتك شفت في المؤتمر الصحفي لما أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني عن لوحة المعرض اللي احنا بنسميه بوستر المعرض، إيه اللافت فيه؟ سيشات ربت المعرفة والكتابة عند قدماء المصريين، امرأة منتصبة القامة، امرأة تدون التاريخ وربت المعرفة. طبعا هذه قيم الحضارة المصرية، سيشات رمز مقدس للمعرفة والحكمة والكتابة، هذا بالإضافة طبعا إلى كون الحضارة المصرية هي أول حضارة جسدت الكاتب المصري اللي هو الجالس القرفصاء وهو يدون. شعار المعرض هذا العام نصنع المعرفة نصون الكلمة، اختير بعناية، صيغة بشكل دقيق، وبذل جهد في صياغة هذا الشعار، نصنع المعرفة نصون الكلمة. نصون الكلمة وضعناها في خرطوشة مكتوبة بخط هاند ميد. وطبعا لازم أقول يعني دكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الذي بذل جهدا في هذا التصميم وعكس رؤية اللجنة الاستشارية. نصنع المعرفة نصون الكلمة، فعل مضارع هو في اللغة العربية يفيد الاستمرارية. هو بدأ يعني في جزء ماضوي ولكنه مستمر، فده كان مهم أن يكون الفعل مضارع. صناعة المعرفة ليس جديدا على مصر، وأننا نرتكز على الحضارة المصرية ونحن نستشرف المستقبل. صون الكلمة هي الحضارة التي قدست الكلمة حقيقتها فيما جسدته من رموز أو حتى في نقشها في كل شيء، الرموز الهيروغليفية وغيرها. ومصر كانت وما زالت أنعم الله عليها بتنوع ثقافي ثري، تنوع حضاري ثري، اتصال حضاري لم ينقطع حتى هذه اللحظة من مصر القديمة حتى يومنا هذا. لا تجد حضارة متصلة هذا الاتصال أقوى من الحضارة المصرية. ربما يكون هناك بعض الحضارات القديمة كالصين والهند وغيرها، لكن ليس بهذه الصورة. نحن ما زلنا في ممارساتنا اليومية نمارس عناصر ثقافية وقيم ثقافية من مصر القديمة.